السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله بإذن الله رب العالمين هنتدرب على اختيارات الجرامر للترم الأول. هنبدأ ونقول: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الجملة الأولى: We space to play tennis every week in the club. طيب إحنا عندنا هنا أستاذ رضا، عندنا كلمة every week من علامات المضارع البسيط. اولا بريفيرز ما ينفعش لان الوي ما بتاخدش الفعل اللي فيه اس، وطبعا دي ماضي ما ينفعش، والاي ان جي ما تجيش لما يكون في الفعل فيه اي ام ويز واي وار. يبقى انا الاجابه الصح بتاعتي عندي كلمه بريفير. السؤال الثاني: دينا جوز سويمينج اون ثيرزداي اند ساتردي، شي از بيز جو سويمينج. طيب انا بيروح عندي امتى؟ بتروح عندي الثيرزداي والساتردي، يعني بتروح يومين اتنين في الاسبوع، يبقى مش نيفر مش معنى كده ومش always، يبقى لي sometimes usually. الأكتر هي كلمة usually، ممكن الأيام تزيد عن كده، يبقى الإجابة الصح هي كلمة sometimes. السؤال الثالث: we space go to school on Fridays، هل أنت بتروح المدرسة في الجمعة؟ يبقى أنت لأ، يبقى إحنا عندنا we never. My brother space a clever tennis player، الفكرة هنا في ال M والإز والA والR. هنا عندك always ديت لما بتيجي، أو usually أو often أو sometimes، لما بتيجي بتيجي بعد الفعل على طول، يعني بتقول my brother always بس لازم يكون فيه فعل. أما لو جالك am وis وar هو ده الحالة الوحيدة اللي هي بتأتي بعد am وis وa وar، يبقى المفروض my brother is always، مش always is ولا never، يبقى is always. يبقى لو جالك am وis وar هتحط ظروف التكرار ديت بعد am وis وa am وis وar. السؤال الخامس: does Ali space coffee with his family؟ طبعا أنا عندي هنا does بيأتي بعدها فعل في المصدر. طيب يبقى does علي drink always ولا drinks always؟ طبعا drinks غلط لان does لازم يجي بعدها مصدر، مش معنى كده، يبقى ديت اللي فيها اس غلط، يبقى الي يا drink always يا always drink. زي ما احنا قلنا ان ما دام عندك ما عندكش ام واز وار يبقى ظروف التكرار بتيجي بعد الفعل على طول، فهنا عندي علي فاعل فانا بدور على ظروف تكرار يبقى always drink. سما اند هاند اولز سبيس ان ذا هوم، طبعا عندي اولز من علامات البروز المضارع البسيط، وبالتالي بحط الفعل اس اذا كان الفعل هي او شي او ات، او بسيب الفعل في المصدر اذا كان الفعل مفرد في المصدر، اذا كان الفعل اي او يو او بي او زي او اسم جمع، يبقى الاجابه الصح هي كانت هيل. السؤال السابع: هاو سبيس دو يو واتش تي في، الاجابه عندي توايس ا ويك، وطبعا كل من توايس ا ويك يعني مرتين اتنين في الاسبوع، وبالتالي هنا انا بسال عن عدد المرات، ما ينفعش هاو ميني، ممكن اقول هاو ميني تايمز تمام كده، لكن ما دام ما فيش تايمز يبقى ما هيش هاو ميني، لان هاو ميني بتسال عن العدد ولازم ياتي بعدها اسم معدود. هاو لونج ما طول المده، ما ينفعش توايس ا ويك مرتين في الاسبوع، ولا هاو ماتش، امال الاجابه الصح هي كلمه هاو اوفن، وهاو اوفن يعني كم عدد المرات. السؤال الثامن: Our teacher of English speaks Arabic in class. طيب أنا عندي هنا الفعل فيه إيه؟ الفعل فيه إس مستر رضا، يبقى الدونت والدوزنت بتشيل الإس، فالفعل فيه هنا إيه؟ فيه إس، وطبعًا وانت لازم يأتي بعدها مصدر، يبقى أنا عندي دونت دوزنت، حتى لو عندك didn't بعد كده وعندك وانت لازم يأتي بعدها مصدر، بس هنا الفعل فيه إس، يبقى الإجابة الصح هي كلمة إيه؟ هي كلمة never. السؤال التاسع: Does hand text her friend before she is best to bed؟ انت عندك هنا كلمة before، كلمة before هنا رابط، فانت دايما اتعلم كده لما يكون انت عندك رابط بيربط جملتين اتنين ببعض، يبقى انت بتبص على الجملة الاولى، لو لقيت الجملة الاولى مضارع يبقى الجملة التانية هتكون مضارع او حاجة اسمها مستقبل لما تكبر شوية. طيب تعالى نحلل، انا عندي هنا does مضارع بسيط، يبقى انا لازم بعدها مضارع. هل الشي بتاخد go؟ لا يا استاذ رضا، يبقى الشي الجو غلط. تمام، هل هي بتاخد going؟ لا يا استاذ رضا، من غير ام واز وار الاجابه غلط، يبقى لي جوز واز جوينج. تمام، طبعا از جوينج تو حاجه اسم ده مضارع مستمر، لو هي كده از جوينج تو، او لو انت عايز تقولها مستقبل هتقول از جوينج تو بعدها فعل فين في المصدر، يبقى الاجابه الصح هي كلمات جوز. سبيس نبيل السيسترز بلاي تنس، هنا مهم جدا جدا جدا، انت مالكش دعوه بمين، مالكش دعوه بنبيل، انت ليك دعوه بالكلمه اللي بعد مين، اللي بعد نبيل، وهي كلمه ايه، وهي كلمه سيسترز، فكلمه سيستر دي تعتبر ايه يا استاذ رضا، تعتبر جمع. تمام كده، يبقى سبيس نبيل ذا سيستر بلاي تنس جمع، فانت هنا عندك فعل كمان في المصدر، يبقى انت بتبعد عن اس وبتبعد عن ار. تمام كده، لان الاس والار معاها فعل لازم الفعل يكون فيه اي جي.
يبقى انا هنا الفعل فين؟ الفعل في المصدر، يبقى قال يدو يدز. فهل لو انت اشتغلت على دز يبقى انت قصدك على نبيل، لكن انت عندك سيسترز هنا جامع، يبقى الاجابه الصح هي كلمه دو، لان سيستر تعتبر جامع. وبكده يخلص الجزء الاول، وكل جزء ان شاء الله باذن الله رب العالمين 10 اسئله علشان نقدر ننزلهم بسرعه ويكونوا متواليين او بالتوالي. بالتوفيق للجميع، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.